أهل السنة والجماعة السلفيون على أن الفهم الصحيح للكتاب والسنة هو الذي يكون بفهم الصحابة ومن سلك مسلك الصحابة في فهمهم واتبع. هذه أسئلة متعددة. يقول: ما رأيكم في الدعاوى التالية أن الغاية من الدعوة إقامة الخلافة وطلب الملك، الثاني البيعة لأمراء الجماعات السرية، ثالث الغرض من الدعوة إخلاص العبادة لله وتقرير التوحيد. كل رسول أول ما يبدأ يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دعا إلى التوحيد مكث في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد، ولما أرسل معاذاً إلى اليمن قال: إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم. هذا منهج الدعوة، هذا منهج الدعوة الذي رسمه الأنبياء لنا، وليس منهج الدعوة أننا ندعو إلى الحكم، ندعو إلى السلطة، ندعو إلى الدين، إلى التوحيد أول شيء. هذا الذي ندعو إليه، وندعو إلى الجماعة وإلى السمع والطاعة، هذا هو التوحيد. نعم، وهذا هو الدعوة إلى الله، وهذا هو الحكم الشرعي، الحكم الإسلامي، هذا هو. نعم.